شهدت محافظة بني سويف تطوراً كبيراً في القطاع الصحي، حيث تم تطوير مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين. مستشفى التأمين الصحي تخدم نحو 3,400,000 مواطن من سكان المحافظة. تطور كبير تشهده محافظة بني سويف في إطار القطاع الصحي، والذي يشمل مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين. المستشفى مقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من مبنيين رئيسيين ومبنى رابط بساعة إجمالية تصل إلى 172 سريراً داخلياً، وتسعة أسرة للعناية المركزة، وسبعة أسرة لرعاية القلب، ووحدة للقسطرة القلبية، وأربع عشرة حضانة، واثنتين وثلاثين مكينة للغسيل الكلوي. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، احنا بنحاول نقدم أفضل خدمة لمرضى التأمين الصحي وغير التأمين الصحي بمحافظة بني سويف. احنا عندنا المستشفى بتقدم خدمة جراحات بكل تخصصاتها، مسالك بولية، تجميل وعظام ونسا. عندنا كمان بنقدم خدمة لمرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام، وعندنا رعاية مركزة وقسطرة قلب. قدرنا ان احنا نفتح عناية مركزة للأطفال، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالأطفال. الحمد لله قدرنا ان احنا تكون ساعة الأسرة عندنا خمس أسرة عناية أطفال، مزودة طبعا بأحدث الأجهزة من أجهزة التنفس الصناعي طبعا، وكل الأقسام العلاجية داخل المستشفى. ويخدم المستشفى 3,400,000 مواطن من سكان محافظة بني سويف، من بينهم ما يقرب من 1,625,000 منتفع بخدمات التأمين الصحي. ويقدم المستشفى كافة الخدمات الطبية في جميع التخصصات على مدار 24 ساعة. وشهد المستشفى مؤخراً افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال، والتي تشتمل على خمسة أسرة وثلاث أجهزة للتنفس الصناعي، وذلك في ظل عمل المستشفى على إنهاء قوائم الانتظار في كافة التخصصات من خلال وحدة العناية المركزة للأطفال، إلى جانب تجهيز وحدة قسطرة القلب بأحدث الأنظمة والمعدات لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية، بالتوازي مع توفير أمهر الأطقم الطبية للتيسير على المرضى والمنتفعين وتلبية مختلف احتياجاتهم الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.